متابعي قناة أنفاس بريس، نحن اليوم في ضيافة المقدم نور الدين حميدي لنتعرف على مجموعة من الطقوس ذات صلة بالخيل والبارود. فأول شيء غنبداو به إن شاء الله هو نتعرفوا على لباس الفارس الذي ينتمي لمجال قبيلة بني مسكين. الطقوس اللي كتسبق ركوب الخيل قبل ما ندخلوا للمحرك، اولا ملي كنوجدوا الخيل ديالنا كنوجدوا العود ديالنا كنسرجوه الفرسان كاملين، راه عارفين هذا الشيء. هذا كيتوضى الا كانت صلاه العصر كيصلي، وكنت نتواجدوا اللباس ديالنا باش نلبسوا ان شاء الله ندخلوا للمحرك. كيكون الانسان الفارس كيكون على وضوء. العده اللي كنستعملوها فرسان ديال الشاويه، والمنطقه عندنا هذه كامله هي كنتميزوا حنايا بلباس الحيك، معروفه المنطقه عندنا بلباس الحيك. العده اللي كنستعملوا تماق، اللون المفضل واللي كيستعملوه جميع الصربات هو اللون الابيض، حيت في الميدان ديالنا اللي هو التبوريده حنا كنقولوا الابيض شريف، يعني كيعطي واحد اللوحه زوينه، واحد الصوره زوينه، وهو اللون ديال الطهاره. هذا التماق كيلبس سميتو السروال القميجه، دابا ان شاء الله غادي يلبس القفطان. ملي كيلبس القفطان كيبدا اللبس ديال الحيك اللي هو معروف فمن قادم الزمان. الفرسان فاش كان الجهاد كان عنده بحال ثلاثه الخدمات. الاولى ملي كيروح ليه الليل فشي بلاصه ولا هذيك كيستعملو كيتغطى به. الحاجه الثانيه مع هو كيدار فوق اللبسه وكذا كيستعملو باش كصلايه باش يصلي به. والحاجه الثالثه واللي هي معروفه عندنا حنايا المسلمين، يعني ككفن اللبس. داكشي خاص بشويه باش تقاد الامور ديالك وتضبط باش يعطي واحد الصوره اللي هي زوينه. كياخذ شويه ديال الوقت الحي، ماشي بحال من اللبس ديال الجلابه بالزربه كتلبس كطلع الحي، كياخذ شويه ديال الوقت. ما بين السلاح، كنقولوا السلاح اللي كنستعملوا فوق العود، هو كاين عندنا السكين اللي فيه وسطو سيف، كاين كي سميتو عنده السيف. وهذا السكين هذا راه سكين يعني قديم، هذا راه وارتينو، كي فيه النقره وفيه كذلك مزينينو بهاد النقطات هادو ديال الذهب. وكذلك المكحله حتى هي مكحله راها كامله منقره، وزايدين هاد الزي هذا ديال الذهب، يعني باش تعطي واحد الجماليه اكثر. وحنايا في هذا المهرجان ديال سيد الغليمي بسطات كنمثلوا القبيله ديالنا اللي هي بني مسكين جماعه سيدي احمد الخادير. الصربه ديالنا ديال ولاد سي موسى يعني عندها تاريخ كبير، تاريخ قديم، يعني هادشي هذا ماشي غير نضنا ودرناه، يعني وارتينو. كان المرحوم السي حمادي الحميدي اللي هو جدي هو اللي كان القائد ديال الصربه ديال الدوار ديالنا. ودابا الحمد لله خدنا المشعال ديالو، وكنتمناو من الله حتى حنايا ولادنا ياخذوا المشعال ديالنا، ويبقى هذا الموروث ديالنا اللي هو ديال المغرب يبقى دائما. هكذا كينتهي العمليه ديال تجهيز الفرسان، كيكون صافي لابس، صافي كيتسنى غير نديروا الفاتحه ديال الخير باش نركبوا. وراه قبل من هاد الشيء هادي وجدنا كل فارس كيوجد الخيل ديالو كيلبسوا حتى هو احسن زي باش يعطي واحد الصوره زوينه.